الحمد يعني لله. قبل ما يعني قبل ما خلاص ما تعرفوا بعض وتبقوا هتتجوزوا ويعني ويحصل قصة الحب دي، ايه الاعمال اللي انت كنت بتحبها لها؟ بلبل حيران طبعا، الله وأمير البحر. الاثنين كانت تجنن فيهم. أمير كنت البحر. في يوم من الايام يا طارق وانت بتتفرج كنت متخيل ان الست دي في يوم من الايام هتبقى مراتك؟ لا لا لا، واحنا اشتغلنا سوا كمان، خلي بالك احنا بنات سوبرمان كمان اشتغلنا سوا، كنا اصحاب، لكن ما كانش مخطط لده خالص يعني، سبحان الله يعني. اما اتقابلنا تاني مره الشغل يعني كده، لكن ما كانش مخطط ليها خالص، حتى ما كنا بنات سوبرمان كنا اصدقاء يعني، زمايل واصحاب، لكن حصل مني كده شويه يعني كده، بس ما يعني ما كانش الموضوع يعني متطور، لانه ممكن يبقى في حاجه. فيا سبحان الله بقى النصيب، ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك. الشيري كانت دايما كيوت، يعني دايما يقول لك ايه هي يا حبيبتي، ما ممكن تتضايق تعيط، يعني بتحط يعني في قلبها قوي، تبقى بتكتب نفسها تتكلم بتكتب وتسكت. هي في البيت كده برضه ولا بتعبر بقى خلاص يعني طبعا بتعبر شويه، سمكه كبير بس لا لا، هي بس هي فعلا فيها الطبع ده. بيقولي كانت دايما اي حد يقول لي من جوه شويه دايما، ولا انت من جوه شويه. هي اصلها يا حبيبتي كيوت قوي، فهي ما بتتضايق بتروح معيطه وقاعده على جنب. ده حقيقي، هي كده. طبعا انتوا اكيد بتتسالوا السؤال ده من طوب الارض، انتوا ممكن نشوفكم في عمل سوا، هل انتوا فعلا عاملين ربنا بلان لحاجه زي يسهل، كده؟ في عندنا حاجه بس يعني لسه قيد ال فيديو السينما مصر بتطير. هتبقى ايه؟ لا فيديو فيديو ان شاء الله، هتبقى ان شاء ان الله شاء باذن الله الله. باذن الله. طيب شيري بتدخل المطبخ والحاجات دي ولا ايه؟ طب طبعا بتحب تاكل من ايديها ايه؟ والله، كل اللي بيتعمل ما توقعناش في بس هو الرياضه بقى. قاعد عايز يروح. ايوه اللي شيري بيتعمل احنا بنحبك كلنا. اللي بيتعمل. خلي افتحي الباب وادخلي ايوه الراجل وتمام. هنقعد نحكي. طيب لا ايه اكتر حاجه شاطره هي فيها بقى؟ يعني لا هي اقول انا بتعمل كل الحاجات حلوه والله، هي اصلا بتعمل اكل بمزاج يعني، ما ت... يعني حتى ما تسالنيش تقول لي ما هنعمل تمام، انا تمام موافق يعني. ما ف لكن هي مثلا بتعمل اختراعات، حابه تعمل كوسه بالبشاميل، اللي بتعمل مش يعني ليها حاجات كده يعني انا كنت باكلها قبل متألقة كده. فيها. يعني اوكي فلا هي بتطبخ حلو حقيقي يعني. حياتك اختلفت قبل وبعد؟ طبعا 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 طبعا، مش بيقول لك قبل الجواز حماده وبعد الجواز حماده؟ طب طبعا. حماده الاولاني ولا حماده لا الثاني؟ حماده انت ايه الاسئله دي؟ لا انا بقول انا بغششك، طبعا بديك اسئله طبعا تقوم التاني، تقول لي حماده حماده الثاني، التاني تقوم طبعا. هي تتفرج تتبسط الحمد منك لله فاهم؟ حماده.